نفذنا ما طلبه الخبير الكيميائي فؤاد بزي وتحدينا الظروف المناخية الصعبة التي كانت تعاكسنا، لأنه مش من السهل خصوصي بمنطقة هالقد قريبة من البحر أن يتم بناء هنجار أو شبه هنجار من الخشب وأن يصمد هذا البناء لوقت طويل، وقت حوالي أسبوع كان مطلوب لإنجاح التجربة. وتوجهنا بعد مرور هذا الوقت لإجراء المحاكاة اللي قررنا نعملها على طريقتين، طريقة تقضي وضع أكياس الأمونيوم أو بالأحرى كيلوغرامات الأمونيوم التي جلبناها على مسافة حوالي متر من مكنة التلحيم من دون ما يكون في أي مواد مشتعلة أو قابلة للاشتعال قريبة منها، وبالحالة الثانية قربنا نشارة الخشب لصارت ملاصقة للباب. خلينا نشوف شو كان الوضع بالحالتين وشو كانت النتيجة بكل تجربة من التجربتين. إذا نحن اليوم موجودين بالمكان اللي هو على مقربة من المرفأ، محل ما انوضعت يعني أكياس الأمونيوم نيتريت الصغيرة مع الوقود ومع مواد الانشارة، وتركت حوالي 10 أيام. ومعنا الأستاذ فؤاد بزي اللي عم بيواكبنا من بداية التحقيق بهذا الموضوع من الناحية العلمية لنشوف لأي مدى ممكن إذا هذه المواد وضعت بمكان قريب على البحر لمدة أكثر من أسبوع شو ممكن يصير. نفتح الباب لنشوف شو صار بالمواد بشكل عام، اللي هي الأمونيوم نيتريت تحديدا اللي ممكن أو يفترض أنه تكون صار فيها تغييرات، صح؟ نتيجة التفاعل. نحن وقتها كان فيها لون أزرق، قلت لي أنت هذا مادة النحاس اللي بقلبها، صح؟ مزبوط. هلأ اللي ملاحظينه هن شغلتين، أول شيء أنه المادة بطل لونها أزرق، هذا لأنه مش لأنه النحاس بطل موجود، لأن الرطوبة اللي كانت هي مرافقة النحاس على الشمس هي انفقدت. وكمان في شغلة تانية أساسية كتير صارت تشبه كتير اللي صار على المرفأ، أنه هي بطلت بودرة، هي تحولت لكتلة. يمكن لهذا السبب هي قصة انه بيقولوا العمر الشلف لايف تبعها هيدي المواد 6 أشهر، لانه بعد 6 أشهر بتبطل صالحة للاستعمال. بعد 6 أشهر انت ما بتبطل عارف شو صار فيه بقلبها، يعني هي بتضل امونيوم نيتريت بس تركيبتها الكيميائية كلها من جوا تغيرت. طيب هلا اذا حطينا مي، شوية مي، شو بيصير؟ لازم يرجع لون ازرق. وإذا حطينا كتير مي مفروض، لأنه اللي كنا عم نسمعه إنه الأمونيوم نيتريت بيدوب بقلب المي، صح؟ كي. طب خلينا أول شيء إذا بدك بالكمية اللي بتلاقيها مناسبة نحط لنشوف إذا بيرجع اللون الأزرق. عم بيرجع بس بنفس القوة، مش بنفس القوة تبع اللون الأساسي. إيه مش هلا إذا أنا بحط مي أكتر حيرجع بنفس القوة، لأنه هو بعده هلا عم يرجع يترطب. إذا ملاحظ هي هون مثلا عم شوف هون رجع اللون الأزرق. مثل ما كان. بس إذا بدك نجرب ندوب كمية صغيرة أو كمية. هيدي كباية. خلينا نشوف. نشوف انه داب نهائيا. دابت كامل؟ دابت. دابت بشكل كامل؟ ومنا كنت بحاجه ابدا لتفكر انه شركات توليد، شركات صناعه المتفجرات، شركات فرقاع الى اخره. وهن كانوا حد البحر، يعني من ميه البحر كان فيهم يحلوا. اذا بدك كنت تخلص منهم كلهم كان كبهم بالبحر، كانوا دابوا. رح نسكر الباب ورح نمشي بالروايه شبه الرسمية اللي هو انه كان في تلحيم عم بيصير على مقربة من الجزء السفلي من الباب. رح نعمل هذا الشيء، محطوط الانشارة ومحطوط الامونيوم نيتريت بوضع اللي هو بعد اسبوع او 10 ايام، ومحطوطة جالونات البنزين على مسافة بعيدة شوي. وقديش بده يصير في تلحيم يعني وقت قصير بس تنشوف؟ يعني احنا مانينا مضطرين لوقت طويل من اللحام، نحن بدنا الاشرارة اللي بدها تطلع من اللحام انها توصل على هيدي المواد اللي نحن حاطينها، توصل لحالها طبعا. اذا وصلت هيدي الاشرارة وولعت نار فساعتها نحن حنشوف انه ايه مزبوط هيدي النار ممكن تشتعل
بناء على وجود النشارة اللي هي مخلوطة اللي هي بتمثل طبليات الخشب اللي هي مخلوطة بنيترات الأمونيوم اللي هو صار مشبع بأبخرة الوقود طبعا. هي بتولع ولا بتعس؟ لا هي مفروض ما تولع نار قوية. مفروض أنه نحن نشوف أنه بلش في بداية نار، يعني يمكن نشوف لهب صغير، يمكن نشوف نار عم تولع، يمكن دخنة بلشت تطلع، بس ما مفروض يطلع نار قوية. رح نخلي الشباب يقوموا بهذه العملية وراح نراقب نحن شو اللي ممكن يصير. 30 ثانية وبلش. اوكي هلا نحن عم نجرب نعمل انه عم نجرب نقرب الامونيوم نيتريت قد ما فينا على الباب. يعني هيدا عم نشوف الشرارات عم توصل تقريبا على الامونيوم نيتريت المحل اللي نحن فيه. خلينا نجيب كمية إضافية بس خليهم لا يبرد شوي لأنه حتى ما يكون. إيه بدك تعطيني دقيقة وقت عمال أقل أقل من دقيقة أقل من دقيقة. يلا يلا ما مشكل ما مشكل. طيب يعني نحن هلا رح نقرب الأمونيوم نيتريت من المسافة اللي هن فيها ورح نحطهم بهيدي المسافة تنشوف إذا بيصير في الاشتعال مع النشارة. فينا كمان نقرب هول تيصير فيه مثل تقريبا موصولين ببعض. يلا يلا تفضل تفضل تفضل. هلا هلا احسن وقت بلا هوا. ايه تفضل يلا. ايه تمام. ايه ماشي الحال. وقف دقيقة بليز. بس حطيناها على مقربة من الباب وصارت عم تنزل صارت عم تنزل الشرارات وهي حامية على النشارة والأمونيوم نيتريت عم بيصير في اشتعال واشتعال سريع. يعني اشتعال سريع اشتعال حتى ما بيشبه اشتعال النشارة لحال. النشارة لحال ما بتولع بهيدي الحدية ابدا. النشارة لحالها بتكون بطيئة أكثر، بس مثل ما شايفين إنه في تطاير شرر، يعني إنه الشرر عم يتطاير منيح بطريقة كتير كبيرة. بس كمان شغلة تانية شايفينها أستاذ فؤاد وهي إنه الاشتعال عم بيكون سريع، يعني مش عم بيكون إنه مثل ما توقعنا يمكن إنه نار تعس وترجع تاخذ وقت لتشتعل. مزبوط. هذا بيشير لشغلتين، أولاً لأنه إذا كانت هيدي المواد موجودة فعلاً بهيدي الطريقة بالمرفق وعلى مقربة من الباب ممكن يكون التلحيم أدى لهذا الشيء، ولكن بالوقت نفسه غريب ساعتها إنه ما يكون هذا الشيء صار دغري، يعني الاشتعال يكون أخذ هالقد وقت. إذا ملاحظ النار اللي عم تنزل هي النار أكيد هي بتولع، يعني بتساعد إشعال النار، يعني ليك هي قطع الجمر اللي عم تطلع من الحديد. بس هي الأكيد إنه نحن هلا اللي فينا نقوله إنه بعد هذا الشيء اللي عم نعمله إنه اشتعال النشارة المخلوطة بهذه الأبخرة هو اشتعال إنه سريع قوي، منه بطيء خفيف، منه بطيء. فهذا الشيء بيأكد شيء وبيخفف من فرضية شيء ثاني. شو اللي بيأكده؟ بيأكد إنه النار ممكن تولع من اللحم أكيد، ولكن بخفف من فرضية انه نحن ما انتبهنا للنار انها هي ولعت. هلا هون في عامل بشري انا ما بنقدر نحن نتحكم فيه، هل هن اطلعوا هل هن ما اطلعوا هل هن مستعجلين هل هن فلوا الى اخره.